وصفة من أروع ما يكون، قيتها من القلب ديالي وبغيت نعاونكم فعلا نساعدكم، خاصة في هذا الفصل هذا بزاف اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال تساقط الشعر، وبزاف اللي كيعانيو من المشكل ديال الشعر ديالهم ما كيبغيش يطول نهائيا. وهذه هي الوصفة ديالنا البنات، هذا هو المحلول ديالنا العجيب والخارق والفعال والمجرب من أروع ما يكون، كيقضي على الصلاة، كيطول لنا الشعر بسرعة، كيوقف لنا التساقط في 3 أيام. غتستعمليه بدون ما تغسليه، ودابا غنوريكم الطريقة. غتعرفي بان داك الشامبوان ما جاش مع الشعر ديالك، دونك خاصك تبدلي. غتعرفي بان المشكله راها عندك في الشامبوان، ما كيساعدكش على انك بنات هاد النصائح اللي كنقول لكم انا لقيت عليها نتائج اللي هي روعه. السلام عليكم الحبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فرحانين نشطانين وزازلز وسانكسان. المهم الحبايب ديالي، اليوم كذلك جبت لكم وصفه غزاله ديال الشعر، كيف ما قلت لكم حنا في سلسله ديال الوصفات ديال الشعر من اروع ما يكون، اللي كتعالج لينا التساقط في 3 أيام البنات، بدون ما تغسلوها محلول، بدون ما تغسلوه، غير نزلوه على الشعور ديالكم وخليوه من اروع ما يكون، غادي يحيي لكم البصله من جديد، وكذلك يوقف لكم التساقط خلال 3 أيام. ولا ما وقف لكش التساقط، عافي بان عندك يا اما فيتامين دي ناقص او الحديد ناقص. يعني هذه الوصفات اللي كنعطيكم دابا روعه روعه روعه، يعني الا لقيتي تساقط بانه ما وقف لكش، ولا لقيتي شعرك بانه ما طواش دغيا دغيا، عارفي بان المشكل عندك داخلي، يعني المشكل ماشي في فروه الراس، المشكل ماشي في البصيله، والمشكل كذلك ماشي في الطاوله ديال الشعر. ممكن يعالج لينا الشعر حتى في الطاوله ديالو. كاين بعض الانواع ديال الشعر اللي كيقول لك انا الشعر ديالي ما كيطواش ليا دغيا، اولا ما كيطواش نهائيا. البنات كيكون عندنا الطاوله ديال الشعر كتكون ديك ساعاتك متاثره، كيتكسر الشعر، واخا انت ما كتشوفيش، ولكن خلال المشيط ديالو التسريح ديالو كيبقى يتكسر، مما كيخليه كيبقى في نفس الطول ديالو ما كيطواش نهائيا، كيكون عندك ضعف في الشعره بالمستوى ديال على مستوى الطاوله ديالها. بالنسبه للبنات اللي كيكون عندهم قروعيه وصلع من الامام، وكذلك كيشوفوا بانه واخا كيعملوا اي حاجه يعني ما كيخلف ليهمش الشعر، كيكون مشكله في البصيله ديال الشعر كتكون يعني ضعيفه، ما كتقدرش تنتج لينا نهائيا الشعر. دونك اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد المحلول اللي هو سحر يا البنات، هذا الفلفل الحار. حنا كنعرفوا بان بزاف ديال الوصفات اللي كانوا انتشروا انا بيدي كنت جربتهم من اروع ما يكون ديال الفلفله حلوه، ولكن البنات الفلفله الحاره عندها واحد الفاعليه اكثر مضوبله على بزاف ديال المرات من الفلفله اللي هي عاديه. هذه بالنسبه اللي عندهم البصله ديال الشعر ماتت تماما، ما بقاش كتنتج ليهم الشعر، وكيكون عندهم صلع، وكيكون عندهم واحد التساقط اللي هو مهول بزاف، كتوقفوا بسرعه، وكذلك كطول لك الشعر، كيرجع كيجري بالليل وبالنهار، وكتحصلي على شعور غزال ورائع واللي كتمني. دونك غندوزو دابا باش نعدلوا هذا المحلول هذا الرائع بدون غسيل بلا حتى شي حاجه، الطريقه ديالو سهله، فقط ما عليكم الا تبعوها ودعيوا ليا. يلا الحبايب ديالي مشيو نعدلوها مع بعضياتنا. ما تنساوش الا كنتو باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديال هذه السلسله هذه الرائعه، وديال السلسلات اللي باقي ما جين. اي الا كان عندك مشكل في الشعر في الكنف اي حاجه، راه ان شاء الله غنعطيكم في هذا الفصل هذا وصفات روعه، وانتم اللي غتحكموا عليهم بانهم رائعين خلال ما غتجربوهم. المهم عندي بزاف ديال الهضره اللي بغيت نقولها، ولكن مبغيتش كتسالي عليكم في المقدمه. غندوز دابا باش نعدلوا المحلول ديالنا، يلا هو معايا. بسم الله على بركه الله. طريقه الصنع ديال هذا المحلول، يا اما البنات يا اما غادي ناخذوا هكذا شي مهراز هكذا ديال النحاس اولا ديال العود ولا اي مهراز عندكم، هما فاش غندقوا هادو تبعوا معايا الطريقه بليز باش تنجح لكم 100%، راه اللي راه من اروع ما يكون. اولا كناخذوا الخلاط الكهربائي، المهم انا غنوريكم الطرق بجوج بهم. انا دابا غادي ندقها بحال هكذا في المهراز، ونقول لكم شنو غادي نضيف عليها، وغنزولها غير الدرويس هذا الفوقاني صافي. من بعد ما غسلناها اكيد ضروري خصنا نغسلوها البنات، المهم وغادي ناخذها بحال هكذا تقريبا، حبه تكون كبيره ولا جوج بحال هكذا صغارين بهذا الحجم هذا، وغادي ندقهم مزيان. راه كيطلق الحروريات، تقدروا تعملوا شي حاجه على الانف ديالكم باش ما تبداوش يتعطسوا اولا تسعوا. وما انتم كتشوفوا هو كيدق، شفتوا؟ علاش البنات انا غنعملو هنا تيطلق الحروره، علاش نعملو هنا ما غنعملوش في هذا، كيبقى داكشي لاصق لي هنايا، وكنفضل هاد الطريقه طبيعيه. وما انتم كتشوفوا كيفاش رجع لي هاد الشكل هذا، يعني كتبقى عيد جلده
وديكشي اللي داخل في الجلده كيدوب لينا يعني صافي كيطلق ديك الماء ديالو. شفتوا البنات؟ المهم دابا غنزيد واحد المكون اخر كيبقى اختياري غير بالنسبه للبنات اللي عندهم تساقط اللي هو مهول بزاف، اولا الرجال ولا الشباب اللي عندهم تساقط اللي هو مهول بزاف يعني بزاف بزاف وعندهم صلع، يحاولوا يجيبوا تاع الجرجير هذا. اللي ما عندهمش الصلع اللي هو باين يكتفيوا غير بهذا. غنزيد واحد المكون اللي هو تا هو ساهل وموجود يعني في اي بيت. المهم اول حاجه غادي انا ناخذ هكذا على هذا الشكل هذا تقريبا الحجم ديال واحد ملعقه الطعام. شفتوا البنات هكذا وغادي نبشروه، ضروري من اننا نبشروه. على هذا الشكل هذا حنا بشرناه البنات كتشوفوا معايا. غنضيفوا له هذا الخليط هذا كيف ما قلت لكم اللي ما عندهمش تساقط اللي هو اولا صالع يقدروا وما كانش عندهم هذا الزنجبيل الاخضر يقدروا يستغناو عليه. عملوا هكذا غنضيفوا عليه المكون الاخير وهي قطرات من الليمون. المهم غنضيف عصره قليله يعني غير شويه على هذا الشكل هذا. الدور ديال الليمون البنات هو في الفيتامين سي كينشط لينا البصيله وكيعطينا لمعان للشعر وكيقضي لنا كذلك على القشره بالنسبه للبنات اللي عندهم قشره. واللي عندهم حكه في الجلده ديال الراس ما يستعملوش هذه الوصفه هذه، اللي عندهم حكه لان حاره ما غاديش غيكونوا جارحين القشره ديال الراس او الجلده ديال الراس يعني غادي تقصحهم هذه الوصفه يعني غتفرسهم ولا تاكلهم ولا اش كيقولوا لها. المهم غنزيدوا كاس من الماء الساخن ولكن ما غادي نسكب هذا الكاس هذا حتى غنوجد شي حاجه باش نغطيه يعني غير غنعمل هيدا وغنغطي ديريكتومون قبل ما يزول لي داك البخار وغنحاول نحرك غير هيدا بشويش. غنخلي هاد الماء حتى يبرد اولا يرجع دافئ عاد غنصفيه. فهمتوا البنات؟ خليكم معايا باش نوريكم الطريقه ضروري ضروري من الطريقه وكنتاكد كنأكد عليكم جربوها البنات راه ما غتندموش. عندكم خاكم كيتساقط ليه الشعر اولا باباكم اولا شي حد اختكم اولا شي حد كتعرفوه شيروا له هاد الوصفه راه من اروع ما يكون من هاد السلسله الرائعه ديال العنايه بالشعر من اتل زد. وقبل ما ننسى ملي تكونوا كتعدلوا في هذه الوصفه هذه لان الفلفل هذاك حار يعني فلفل شطه ما تحاديوش اليدين ديالكم بالعينين ديالكم اولا بوجهكم، حاولوا ما امكن تبقاو مفكرين لان داك الحار هذاك يقدر ياذيكم في العوينات ديالكم يعني تجيكم ديك الحروريه. حاولوا ما امكن ما تاذيوش العينين ديالكم ولا وجهكم حتى تساليوا الوصفه وتغسلوه بالماء والصابون. فهمتوا البنات؟ ومره مره نجيو نحركوا هيدا بشويش ونخليو ديك المكونات تطلق لينا في هذا الماء هذا هو محلول رائع 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 100% وفعال ومجرب. ها هو من بعد ما رجعنا خليته حتى بقى دابا دافئ يعني تقريبا واحد نص ساعه هيداك. غنجيبو هكذا مصفات شوفوا اللون ديالو كيفاش كيرجع لوين رائع وغنصفيه. كنزيد ناكد لكم ما تحاديوش هذا الماء ملي تكونوا كتعدلوا فيه، حاولوا ما تهدكوش العينين ديالكم اولا تلبسوا الوجه ديالكم، ضروري نتكيو على هذا الشيء هذا البنات باش يهبط لينا داك الماء هذاك لان كيكون مليء بالفيتامينات ديالو. وصفه من اروع ما يكون عطيتها لكم من القلب ديالي وبغيت نعاونكم فعلا نساعدكم خاصه في هذا الفصل هذا. بزاف اللي كيعانيو من هذا المشكل ديال تساقط الشعر وبزاف اللي كيعانيو من المشكل ديال الشعر ديالو ما كيبغيش يطوى نهائيا. وهذه هي الوصفه ديالنا البنات، هذا هو المحلول ديالنا العجيب والخارق والفعال والمجرب من اروع ما يكون. كيقضي على الصلاه كيطول لنا الشعر بسرعه كيوقف لنا التساقط في 3 ايام. غتستعمليه بدون ما تغسليه ودابا غنوريكم الطريقه. المهم البنات طريقه الاستعمال ديالو ممكن وضعوه في الثلاجه كيبقى لينا حتى 15 يوم في الثلاجه ما كيوقع ليه والو. ملي نجيو نستعملوه غادي ناخذ بحال هكذا الكميه اللي غادي تحتاجنا لان غنعملوه غير فروه الراس
ما غنعملوش الا الطاوله ديال الشعر غير فروه راس. المهم ها انتما كيف ما كتشوفوا معايا غناخذوا الكميه اللي غادي نحتاجوها، يا اما نعملوه في بخاخ ونرشوا به جلده ديال الراس، اولا نعملوه بهذه الطريقه اللي كنعملوا بها دابا انا. علاش؟ لان هذا حار وما بغيناش ينزلنا على الوجه ديالنا، من الاحسن نستعملوا نفس الطريقه اللي غنعمل انا. غتعملوا بحال هكا الكميه اللي غتحتاجوها، وغتجيبوا قطن، القطن اللي كنمسحوا به المكياج اولا اي قطن عندكم، يعني ماشي مشكل، قطن على هذا الشكل هذا. علاش؟ باش هكذا كنوضعوه على فروه الراس نيشان، باش ما كيتساقط ليناش على الوجه ديالنا وكيمشي للعينينات ديالنا، فهمتوا البنات؟ يعني الطريقه اللي هي امنه. المهم دابا غادي نوري لكم كيفاش اش اللي راني مشعكه. المهم البنات انا بيدي بدا كيخفف ليا شعري شويش من هنا كما كتشوفوا معايا، يعني راه اي حاجه كنعملها ليا كنشاركها معكم. دونك غنشد بحال هكذا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغنعصر شويش. من طبيعه الحال ملي نساليو هذه العمليه خصنا ضروري نغسلو يدنا بالماء والصابون، وغادي نعمل هنا لهاد الاماكن هذه. المهم انا غنوري لكم كيفاش غادي نعملوا الشاور ديالنا هاد الشكل هذا، غير هكذا راه كافي، راه كيوصل لينا الشعر ديالنا كامل. المهم البنات هانتوما كتشوفوا غادي نوضع على هاد الشكل، راه كتحسي بالبروديه عندك في هكذا، ونحك شويه كتسمعوا ها الحك هيدا. المهم انا كنعدلو وفي نفس الوقت غنقول لكم يعني شحال المده اللي تستعملوه فيها، باش هكذا ما كنضيعش الوقت. حاولوا هذا الشعر هذا ما يطيحش للعينين ديالكم، يعني انا كنسد عيني ملي كن ملي عملت هيدا، ويكون غير هنا، يعني ما يكونش على الطاوله ديال الشعر، غير على الجدر. ما فيه حتى شي مشكل اللي عملتيه على شعرك كامل، ولكن غير حيت حنا ماشي غنغسلو ديك الساعه، نخليوه في الشعر ديالنا. المهم تقدري تستعمليها يوميا، يعني يوميا تعمليها هكذا في الصباح، ما تعمليهاش في الليل، لان الشعر من الاحسن ما كيبقاش هيدا فازك. تعمليها مثلا في وسط النهار اولا في الصباح اولا في العشيه، المهم قبل ما تنعسي غيكون الشعر ديالك نشف، فهمتوا البنات؟ تخليها مثلا تعمليها لمده 3 ايام، يعني بلا ما تغسلي الشعر ديالك تتفوت 3 ايام اولا 4 ايام عاد غسلي الشعر ديالك. ولا عملتيها وكلاتك الجلده ديال راسك، معناتها كيكون عندك الحكه في جلده راسك، ولا ما جاتش معها الوصفه كتقدري تغسليها يعني هكذاك ربع ساعه 45 دقيقه تغسليها. هذا غير في الاول، يعني البنات اللي غيكون عندهم مثلا حكه وعندهم قشره تقدر تجيكم ماكله في الجلده ديال الراس، ديك الساعه خليوها غير ربع ساعه وغسلوها، باش هكذا كتعالج لكم الجلده ديال الراس وما كتاثروش. اما هي راه ما كتعمل والو، انا يعني كنخليها كنعملها حتى لبنتي كنخليها ليها، ما كنغسلها ليها على شحال، فهمتوا البنات؟ يعني غتعملوها بهذا الشكل هذا على الفروه ديال الراس وتخليوها حتى تنشف وصافي. والغدلين كذلك والمثال، بعده كذلك والمثال، بعد غسلو على 3 ايام او 4 ايام، راه غير غتغسلي الشعر ديالك غتلاحظي بان الطول ديالو تزاد، وغتلاحظي بان التساقط وقف، وبان الخلفه بدات يعني لا صوري البلاصه اللي عملتي فيها وعاودي لاحظي وركزي مزيان واش ناض لك الشعيور ولا الخلف ولا بديك المكان، فهمتوا البنات؟ المهم انا غادي نعمل هيدا. ها انتم وصفه سهله مهله بدون زيوت بدون غسل، وملي تبغي تغسلي غسلي بالشامبان ديالك العادي. غير انا كنقول لكم واحد الحاجه، اول دائما ملي تعملي شي ماسك اللي كنعطيه لكم انا مثلا، تعمليه ملي بديتي تغسلي في الشعر ديالك غتلاحظي غسليه اولا غير بالماء، فهمتوا؟ غير بالماء، من الاحسن ما تمشطيش شعرك تكوني كتغسليه، ومن الاحسن ما تغسليش بالماء الفاطر عفوا، يكون ماء اللي يكون دافئ، يعني دافئ ميل البروده، ما يكونش فاطر، ما يكونش دافئ ميل السخانه، فهمتوا البنات؟ يعني تلقاي بان الشعر مبقاش كيتساقط من بعد الا عملتي الشامبوان وبدا كيتساقط لك الشعر، يعني مغسليه بالماء ما غيبقاش يتساقط لك الشعر ديالك، غتلاحظي بان نقص التساقط تماما. الا عملتي الشامبوان ولقيتي بان الشعر بدا كيتساقط، عرفي بان داك الشامبوان ما جاش مع الشعر ديالك، دونك خاصك تبدلي، غتعرفي بان المشكله راها عندك في الشامبوان، ما كيساعدكش على انك الشعر ديالك يوقع في التساقط او لهذه، فهمتوا البنات؟ وكذلك نصيحه واحده اخرى، ما نخليش الشامبوان ما نستعملوش اكثر من 3 شهور، صافي شهر شهرين حتى 3 شهور صافي نبدلو ونعمل شامبوان واحد اخر. بنات هاد النصائح اللي كنقول لكم انا لقيت عليها نتائج اللي هي روعه. كنزيد ناكد ما تقربوش العينين ديالكم، هو ملي كينشف صافي راه ما غاديش يجيكم على العوينات ديالكم، فهمتوا؟
المهم على هذا الشكل هذا البنات انا من بعد غادي نعاود نكمل الشعر ديالي مزيان باش ما يجيكمش لا فيديو طويل. صافي وغادي نخليه تقريبا، راه كنحس بان هادو فزقوا كاملين، فهمتوا البنات؟ صافي وصفه اللي هي ساهله مهله وكتستحق اللايكات والشير. ما تنسونيش من الدعوات ديالكم، ما تنسوش تبارطاجيوها الناس اللي عزازين عليكم، خواتاتكم صحاباتكم الناس اللي عزازين عليكم باش تعمل الفائده، وكذلك نصحوا بها هكذا حتى خوتكم. المهم اي حد كتشوفوا بان عنده هذا المشكل هذا ديال الصلع اولا ديال التساقط اولا الشعر ديالو عكزان ما كيبغيش يطوال. المهم وصلنا لنهايه ديال لا فيديو، كنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم، وكنتمنى الدعم ديالكم بالبارطاج واللايكات وتعليقاتكم رائعه. موح عليكم شحال كنبغيكم الى الملتقى. عرفتوا البنات عندي بزاف ديال الشغل وبزاف ديال الدروك وبزاف ديال الحاجات، وسمحوا لي ما بقيتش كنكتيف كل نهار، كنحاول راه جيت دابا والله الا كنحاول ما امكن، قلت نعمل شي حاجه هكذا الفروه ديال الراس ديالي، قلت مادام هاد السلسله قلت لكم سلسله خصني نكمل فيها، وحتى انا في نفس الوقت كنعالج الشعر ديالي. المهم الحبايب ديالي غير سمحوا لي كنحاول ما امكن وما في جهدي باش هكذا نكون اكتيف كل نهار، والدعوه معايا محتاجه الدعوات ديالكم. وحا عليكم شحال كنبغيكم الى الملتقى.